خلينا أخذ كمان مكالمة من الأخ مهدي من المغرب. أهلا وسهلا أخ مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل يا أخ مهدي. تفضل، أنت معانا على الهواء. نعم شكرا. أستاذ عندي لك الأسئلة. تفضل. اللاهوش والناس الناسوش واللاهوش. تفضل سؤال. تفضل يعني اتكلم معي مباشرة عن طريق الهاتف. تفضل. الناسوت معنى انه بشر يعبد الله صحيح؟ الناسوت يعني ايش؟ اسف. انه بشر يعبد الله. انه بشر البشرية. أيوة. البشرية. ايوه تفضل. انه الناسوت معنى انه بشر يعبد الله صحيح؟ الناسوت يعني بتتكلم عن إنسان. إنسان نعم نعم. واللاهوش هو إله. إله صحيح؟ نعم. كيف يكون عابد ومعبود في نفس الوقت؟ وكيف يجتمع اللاهوش والناسوت مع بعضهم في نفس الوقت وفي آن واحد؟ طيب هذا هو سؤالك أخ مهدي؟ نعم. طيب تفضل اسمع الجواب وراح أطلب من الأخ إليا يجيبك على هذا السؤال. شكرا كثير، سؤال كثير حلو. إذا أدركنا أن الله على كل شيء قدير المشكلة تحلت، الصعوبة أن الله يأتي ويحل في إنسان، لا أجد مشكلة أبدا. والكتاب قال لنا بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لا يوجد شيء صعب على الله، لكن كل شيء مستطاع لدى الله. الله أراد في يوم من الأيام أن يأتي ويحل بلاهوته في إنسان، والكتاب يقول لنا أن الله ظهر في الجسد. لا نقول أن الله تحول وأصبح إنسانا، لكن الله جاء وظهر في صورة إنسان وعاش في أرضنا. لم يختلط هذا بذاك، لكن جاء زي ما قال لنا الكتاب وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة الله وحق. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. لا يوجد صعوبة حتى على المنطق أن الله يعمل أي شيء أخي العزيز. ومثل ما قال أخونا الكرومي أنه واحد من الأشياء اللي لفتت انتباهه في المسيحية وأعجب بشخصية المسيح قال عنه أنه كلمة الله, الله. فنحن نقر ونقول أن المسيح هو كلمة الله، جاء في ملء الزمان يعني في زمن معين، أخذ جسد بشريتنا. نعم. حتى يقدم فداء، لكن هذا الجسد هو كان يحجب اللاهوت، اللاهوت غير محدود. نعم. فهاي هي السر اللي من الأسرار الإلهية، إنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمان وفي نفس الوقت هو إله كامل كإيمان مسيحي.